بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخيار، أهلا وسهلا بحضراتكم. بنزرع الخيار الصيفي. الخيار الصيفي المفروض أن احنا بنزرع بذور أفضل، ولكن قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، قد تمنعك القوارض زي ما هي منعانا أن احنا نزرع بالبذرة مباشرة، فبنضطر نعمل شتلات. رغم أن الشتلات بيكون حالها كويس جدا، البذور بيبقى حالها كويس جدا وانبتها كويس جدا في الاراضي الرملية، وخصوصا في البيوت المحمية، تمام، وبيبقى كمان حالها افضل في الصيف لسرعة الانبات بتاعها. ولكن زي ما قلت لحضراتكم، قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، القوارض ساعات بتمنعنا، او فعلا هي منعانا من ان احنا نزرع، فزرعنا الشتلات. الشتلات زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، المفروض بعد ما بتزرع الشتلات بتاعتك بتحطها في المحلول الارضي بتاعك. المحلول الارضي بتاعك بيحتوي على المحلول التطهير بتاعك بيحتوي على مادة التشاجرين او اليونيفورم، المكسيم، منقط، ريزوليكس، اي المهم يعني. لو منقط يبقى تستخدم المنقط والريزوليكس مع بعض، او تستخدم الريزوليكس مع التوبسين مع بعضه. اما لو حاجة من الحاجات القوية، المكسيم والحاجات ديت، واليونيفورم والتشاجرين، كافي مادة واحدة، مفيش اي لو انت غني قوي يعني ممكن تضيف حاجة تانية، مفيش اي مشكل خالص، تمام. بعد كده بتظبط الارض بتاعتك زي ما احنا شايفين قدامنا كهوت. الارض ما شاء الله حاجة حلوة خالص، يعني اهي المصاطب بتاعتنا على المتر ونص، المصطبة عليها 2 خط على 40 سنتي، القوس 9 متر، التسعة متر فيهم 9 متر فيهم 6 مصاطب، المصطبة زي ما قلت على 2 خط يعني 12 خط في 9 متر، تمام. ممكن انت بقى تحسبها تقريبا المتر بياخد قد ايه. بنلاقي زي برضو ما احنا شايفين كده مجموعة بتبدأ تحفر قدامنا بماسورة تكون مربعة كده، بحيث المكعب برضو بتاع الشتلة زي ما انت شايف كده بيدخل فيها مستريح جدا، والدنيا كويسة خالص يعني. فطبعا الزراعة مش مثالية عشان انا ماسك التليفون في ايده وبشتغل بايد واحدة يعني، تمام. الراجل بوزع اهو وبنيجي نقفل وراها عادي، مفيش اي مشكل خالص. بعد ما بنخلص الشتلات بتاعتنا المفروض بندي 5 دقايق مية، تمام. 5 دقايق مية دول بيهيلوا الرملة وبيكبسوا كبسوا جنب النبات. طبعا ده هو بحطها بس كده، لسه هنشتغل عليها يعني، لسه هتتكبس في مجموعة تانية تيجي تكبس زي ما انا ما بعمل كده، والامورك طيبة خالص بإذن الله تعالى. بكرة الصبح لو حضرتك عايز تحقنها يومك اتفضل احقنها يومك، لو عايز تحطها يومك برضو في الشتلات، في تحط يومك في مع المادة اللي انت بتحطها المطهر، ما فيش اي مشكل خالص ان حضرتك تحط شوية يومك، مش اي مشاكل خالص. درجة الحرارة عندك اهيت يعني 33، والدنيا ماشية الحمد لله تعالى يعني. هي خطوات لو انت قدرت تحكمها من الاول هتطلع معاك النتيجة بيرفكت، سواء كنت لسه بادئ او كنت كبير. هي حاجات بسيطة بس يعني، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يعني. فاحنا بنذكر على طول طبعا، الكلام ده احنا قلناه كتير، بس الواحد لما بلاقي حاجة والتليفون في ايده بيحاول يلقطها، ربما حد يستفاد منها يعني. شكرا لحضراتكم.